صباح الخير على حضراتكم، صباح الفل والامل والتفاؤل على كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. صباح الخير على مصر بناسها واهلها الطيبين. اهلا بيكم في تغطيه جديده هكون معاكم فيها من دلوقتي ولحد الساعه 10 على مدار الساعتين الجايين. والحقيقه قبل ما احنا نبدا مواضيعنا او نبدا اخبارنا النهارده، خلينا نتكلم بسرعه كده حقيقي عن الجمال والمظهر الحضاري اللي احنا كلنا شفناه امبارح. المشهد بتاع مصر امبارح بمحافظاتها بشوارعها بميادينها يستحق ان احنا نقف قدامه. طيب احنا كنا بنقول يوم شم النسيم، واليوم ده احنا متعودين من الاف 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 الف السنين ان احنا نحتفل باليوم ده والناس تدخل وتخرج وتروح شواطئ ومتنزهات وجناين. والحقيقة كان بيبقى لو تابعته يعني مقارنة بأخبار امبارح بالأخبار اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت كنا عارفين الوضع، لكن نتيجة أنه في إجراءات احترازية كتيرة جدا بتنفذها الدولة المصرية خصوصا في ظل الأحوال اللي احنا فيها. وزي ما قلت لكم إن احنا كمصريين متعودين من آلاف السنين إن احنا نحتفل باليوم ده. إن شاء الله احنا لسه طبعا هنحتفل بإذن الله، لكن خطورة المرحلة فرضت على الدولة المصرية بأكملها. وأنا هنا مش بتكلم على الدولة المصرية، مش بتكلم على مؤسسات الدولة بس، لكن كل مؤسسات الدولة مع المواطن. يعني هنتكلم على القيادة والمواطن. الدولة المصرية حطت من بداية الأمر أو من بداية تفشي هذا الوباء المواطن المصري على رأس أولوياتها، إنها تطبق إجراءات احترازية صارمة وعشان ما يكونش فيه أي تجمعات. الحكومة قامت بدورها وقالت يا جماعة مفيش بكرة شواطئ، وإن الشواطئ كلها مغلقة، مفيش حدائق، مفيش تنزهات، مفيش أي تجمعات من أي نوع في أي مكان. على مش بنتكلم في مكان واحد، ولكن احنا بنتكلم على مستوى محافظات مصر بأكملها. طبعا الإجراءات اللي الحكومة اتخذتها مش هتطبق لوحدها، الإجراءات دي كان في كمان أجهزة دولة بتتابع تطبيق هذه الإجراءات بكل حسب. يعني إحنا بدأت إن إحنا شفنا كل الأماكن اللي ممكن أو غلق كل الأماكن اللي ممكن يكون فيها أي تجمعات في اليوم ده. التعامل مع اليوم ده كان معاملة خاصة، يعني اتعاملنا معاه مع الإجراءات الاحترازية زي الجمعة والسبت. الجمعة والسبت بتقفل فيهم المحلات مهما كانت نوعيتها، وما عدا الأماكن اللي بيستثنيها مجلس الوزراء من الغلق أو قرارات الحظر، واللي بتساعدنا إن إحنا ناخد احتياجاتنا الأكل الشرب الصيدلية والحاجات اللي احنا متعودين عليها. طبعا في محافظات كان عليها عبء كبير جدا في تطبيق هذه الإجراءات، لكن احنا شفنا شغل وشفنا حركة في كل المحافظات، شفنا تحرك بكل قوة خصوصا في المحافظات الساحلية. كان في حملات طول الوقت على الشواطئ المغلقة، وبالفعل حتى مع هذه الحملات كانت الحملات بتنزل ما تلاقيش حد. التأكيد بقى إنه مفيش مخالفة. يعني عارفين يعني إيه إن مفيش مخالفة؟ محدش فكر إن هو يخالف القرار. المخالفة دي بالمناسبة اتعملت، أو المخالفات أو الحملات معناها إن في احتمال للاختلاط، والاختلاط ده ممكن يؤدي إلى العدوى. وده اللي اتقال عليه إنه مش هيتم السماح بيه في المحافظات ولا الحكومة. والحين القرارات المهمه جدا اللي يعني انا مش عايزه استثني فئه معينه، او ان انا اتكلم على 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 فئه واسيب الاخرى، لكن احنا بنتكلم على دوله باكملها قياده وشعب، مظهر حضاري بامتياز، والكل محتاج مليون تحيه. مليون تحيه لكل واحد قام بدوره، مليون تحية لأجهزة الحكومة كلها ممثلة طبعا في رئيس الوزراء كلها، كل محافظين مصر بلا استثناء، كل الإدارات المحلية. طبعا غير احنا بنتكلم على قواتنا اللي بتحفظ أمننا واللي بتحفظ انضباط الشارع، اللي كانوا متواجدين قوات الشرطة طول الوقت موجودين. وفي نفس الوقت بالمناسبة الحمد لله، تاني هرجع أقول دايما بقول الحمد لله في النقطة دي على وجه التحديد بجد. وقرارات رئيس الجمهورية
انه يحافظ على صحة المواطن وعجلة الانتاج تفضل مستمرة. بالمناسبة دي مسألة صعبة، اوعى حد يستهين بيها او ان ياخد ان هذا القرار قرار هين، لا ده محتاج ضبط وإدارة، يعني امور بجد ما بتحصلش في اماكن كتير جدا حوالينا، ان يعني يبقى في حرص على حماية المصريين وعلى صحتهم وعلى كل شيء، وحرص ان المصانع تفضل شغالة بكل قوتها عشان توفر للمواطنين احتياجاتهم، لان احنا ما نقدرش. ودي المعادلة الصعبة اللي نجحت فيها الدولة المصرية. عشان كده كل يوم الحمد لله الحمد لله احنا بنستقبل اشادات دولية من مؤسسات كتيرة جدا بتقول ان احنا الحمد لله عندنا وضع اقتصادي مستقر، الاجراءات بتاعتنا اشادة بيها في كل مكان، التعامل مع هذا الوباء، كل ده اللي حصل محصلته ان احنا بنشوف يوم غير عادي بالنسبة لنا كمصريين امبارح بيعدي بسلام وامان. احنا تعودنا ان اليوم ده يكون في حياتنا كلنا غير عادي، يعني حتى لو بيسافرش وبيروحش في اي مكان بينزل يقعد في الشارع في اي جنينه او اي منطقه مزروعه. عشان كده بقول لكم كل الشكر، كل الشكر لكل مواطن مصري اي مكان مكانه واي مكان منصبه. ده نجاح بالكامل لل 104 مليون، مش لشخص لوحده، لانه الدوله اخذت القرار، طبقت الاجراءات، كان في مؤسسات معاونه، المواطن التزم. وده اكبر دليل ان احنا لو عايزين نعمل حاجه بنعرف نعملها. لما بيبقى في قرار حيوي مهم بنقدر ننفذه. محدش امبارح حتى رفع شعار، يعني رغم الزحمه اللي احنا شفناها قبلها في الاسواق والمحلات، محدش امبارح قال لك طب ما انزل. لا. ومش فكرة الخوف من العقاب أكتر ما إنه بقى فيه إحساس ووعي بالالتزام. كل الشكر لكل مواطن مصري أيا ما كان مكانه. نقول مؤسسات الدولة كلها تاني للمواطن اللي التزم وقعد في بيته. للست المصرية اللي لمت ولادها حواليها وقالت لهم مفيش نزول. السنة دي هنحتفل بشم النسيم في البيت. مشهد بجد، ما انا بقول لكم محتاج مليون تحية، مهما اقعد اتكلم عنه واحنا بنتابع الصور في محافظات مصر امبارح، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الانضباط ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه الشعب المتحضر ده؟ اظن بقى ما حدش فينا كان ماشي وراه قوه بتقوله لا التزم، لكن هو عارف كان في تنبيهات على مدار الاسبوع اللي فات. مصر بتقول لك خليك في بيتك، مفيش تجمعات السنه دي، معلش هنحتفل بشم النسيم بطريقه غير اللي احنا متعودين عليها. انا شايفه بقى ان احنا محتاجين نكمل في نفس الطريق، محتاجين نمشي على نفس المسار. اهو يوم وعدى وما جراش حاجه الحمد لله، ايه المشكله ان احنا نكمل؟ يعني الناس اللي نزلت امبارح الشارع حقيقي هم اللي نازلين للضروره، الناس اللي كانت رايحه شغلها فقط لا غير، بس لكن تبص في الشوارع مفيش حد بقى لا نازل يتمشى ولا نازل يتفسح ولا نازل فكر يجيب طلبات. لا، الناس التزمت. مصر بجد ال يعني بقول لكم انا عايزه اقعد اتكلم على المشهد ده كتير، مش عايزه اطول عليكم، بس بجد حاجة حلوة قوي قوي. خلينا كلنا نبقى فرحانين بنفسنا وفرحانين ببلدنا وفرحانين بإدارتنا وفرحانين بشرطتنا وفرحانين بأطبائنا وفرحانين بكل حاجة بتحصل حوالينا، لأن احنا بنقدر بنقدر لما بنعوز بنقدر. مليون تحية، صباح الفل. هرجع معاكم بقى لمتابعه تطورات او تداعيات فيروس كورونا المستجد. طبعا تابعنا بيان وزاره الصحه، وهنعيد مع حضراتكم مره اخرى
الأرقام، ووزارة الصحة سجلت 189 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم شخص أجنبي. بكل أسف امبارح كان 11 حالة وفاة، ربنا يا رب يرحمهم. طبعا الرقم ده لما الناس بتشوف ده بالمناسبة ده أعلى معدل، أعلى رقم معدل إصابات ظهر خلال الأيام اللي فاتت. الرقم ده كبير ليه؟ نتيجة للتجمعات اللي كانت بتحصل في الأيام السابقة، عشان كده كنا خايفين من امبارح، كنا مش عايزين يحصل تجمعات عشان ما نلاقيش حصاد اليوم ده بعد أسبوع مئات الحالات الأخرى. طبعا احنا مش عايزين زيادة في الأرقام دي، لكن كلنا بنعرف انه على طول كل ما الرقم بيزيد كل ما بيبقى أكيد كل مصاب حواليه مخالطين، كل ما بيحصل عدد زيادة في المصابين، طول ما هتفضل على فكرة الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية. الحل سهل جدا حقيقي بالنسبة للناس اللي بتقعد تتكلم على موضوع احنا زهقنا من قعاد البيت وعايزين المدارس وعايزين الكنايس وعايزين الجوامع. طب موضوع بسيط قوي، نلتزم ونبعد عن الاختلاط وما ننزلش الا للضروره ونروح شغلنا بس، ويبقى في تباعد ومسافه كبيره بيني وبين اي شخص بكلمه، خلاص الدنيا. ولو اضطريت ان انا اكون في مكان فيه تجمعات لازم اكون لابس ماسك ومحافظة على نفسي كويس، ولازم أكون لابس جوانتي في إيدي وبحمي نفسي وبغسل إيدي على طول باستمرار. موضوع سهل وبسيط، يعني زي ما احنا هو زي ما كنا بنتكلم بداية الحلقة على يوم شم النسيم وشفنا ازاي لما حبينا نلتزم بالتعليمات التزمنا وقدمنا صورة جميلة لشعب متحضر بيقدر حجم الأزمة اللي احنا فيها، وده اللي احنا محتاجينه ان احنا نحافظ عليه خلال الفتره الجايه. بيان الصحه امبارح اكد انه مش بس انه في وفيات او عدد الوفيات وصلت ل 250 حاله، لكن في الحمد لله طاقه امل في معدلات الشفاء، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا وجيشنا الابيض. اجمالي عدد المصابين وصل امبارح ل 3300، كان نفسي اقول 300، 3333، رقم غريب، أربع تلاتات حالة مصابة بالفيروس، 3333 حالة. لكن الحمد لله رب العالمين عندنا 821 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفى العزل بسبب المجهود الكبير الحياة اللي بيتم واللي بيحصل من وزارة الصحة ومن الأطقم الطبية ومن الرعاية اللي بيتم تقديمها للمواطنين ومن بروتوكولات العلاج كمان اللي الدولة المصرية حريصة أنها توفرها لكل مواطن بلا استثناء. وشفنا إشادة من منظمة الصحة العالمية بالأداء في مصر وسبل العلاج اللي مصر ماشي عليها، يعني كل طرق العلاج المتوفرة في أي مكان مصر بتتبعها. احنا بينضم إلينا على التليفون الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك وبحيي حضرتك يا دكتور. وخلينا نتكلم مع حضرتك في البدايه فيما يتعلق بهذا الوباء او هذا الفيروس المستجد وطرق العلاج. يعني احنا بنشوف ان احنا الحمد لله، عايزين نعرف راي حضرتك، في مصر لدينا معدلات شفاء قويه، يوميا بنتابع عدد كبير من الاعداد اللي بتتحول نتائجها من ايجابيه الى سلبيه، يعني وده بنشوف فيه عدد، يعني رقم ملحوظ فيما يتعلق بمعدلات الشفاء. الحقيقه مرض كوفيد 19 حتى الان ليس له علاج محدد، لكن نسب الشفاء بتعتمد على نوعيه الخدمه الصحيه. كلما تحسنت الخدمه الصحيه الاساسيه كلما زادت نسب الوفيات، كلما قلت نسب الوفيات طبعا. ولكن مهم جدا ان المواطنين كلما توجهوا الى الخدمه الصحيه او طلبوا الخدمه الصحيه بشكل مبكر قبل ظهور اعراض شديده، وخاصه بين اولئك الاكثر عرضه للمضاعفات ككبار السن، المرضى بامراض تؤثر على المناعه، السيدات الحوامل، كل هؤلاء الافراد كلما بمجرد ظهور اعراض مطالبين ان هم يتوجهوا مباشره الى مراكز تقديم الخدمه الطبيه لتلقي العلاج. ده بيزيد فرص شفائهم بنسب كبيره جدا. احنا شايفين ان نسب الشفاء في مصر والعالم كله الحقيقه مرتفعه بشكل كبير،
أنا أحيي حضرتك وأوجه التحية إلى الكوادر الطبية والكوادر الوقائية في مصر وفي العالم كله. الحقيقة هم خط الدفاع الأول اللي بلاهم كان تأثير السلب لأمراض كوفيد كان تضاعف بأشكال كبيرة جدا، لكن بحييهم على مجهوداتهم رغم نقص الإمكانيات في عدد كبير من دول العالم، لكن استطاعوا توفير خدمة طبية أدت إلى شفاء العديد من البشر حتى الآن. طيب دكتور اسمح لي وحضرتك استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، وهي المنظمة الدولية يعني أو اللي بتقوم بالإشراف والمتابعة لتفشي هذا الوباء في العالم كله وليس في مصر على وجه التحديد. تقييم حضرتك أو تعليق حضرتك على الخدمة الطبية وبروتوكولات العلاج اللي بيتم تطبيقها في مصر، واللي طبعا ده كله بيحصل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. ده صحيح، منظمة الصحة العالمية أصدرت بروتوكول للعلاج، تم التواصل مع وزارة الصحة. الحقيقة وزارة الصحة بتطبقه بشكل جيد جدا. في بعض التجارب الكلينيكية بتشرف عليها منظمة الصحة على مستوى العالم، تجربة العلاجات الحديثة وزارة الصحة مشتركة، وزارة الصحة المصرية مشتركة فيها بكل الإجراءات اللي بتتم، سواء العزل أو مكافحة العدوى بتتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. كان في وفد في فترة قريبة جدا منظمة الصحة، وفد من الخبراء لتقييم أداء ليس في مصر فقط ولكن زار عدد كبير من الدول، والحقيقة أشاد بالمجهودات اللي بتقوم بيها وطالب بمزيد من هذه الإجراءات وخاصة في مجال الاكتشاف المبكر للحالات. طيب دكتور يعني نصيحة حضرتك بشكل عام في ظل تفشي هذا الوباء، والبعض ممكن يقولك طب احنا امتى هنوصل انه يعني تنعدم معدلات الإصابة؟ هل في توقع امتى ممكن معدلات الإصابة تنحصر؟ البعض بيقولك مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، البعض الآخر بيقول لا احنا ممكن نستمر وانه هذا الفيروس المستجد غير محدد الملامح يعني حتى الآن، يعني او لم يتم تحديد دقيق لخصائص هذا الفيروس. ده حقيقي فعلا، حتى الآن احنا معلوماتنا عن الفيروس عمره حوالي 4 شهور حتى الآن، بالتالي ما نقدرش نجزم بانه هيتاثر بشكل كبير لدرجه الحراره، لكن المهم هو سلوكيات البشر. التباعد المكاني، التباعد البدني له اثر كبير جدا في كسر سلسله انتقال المرض من شخص الى اخر، وبالتالي ده الجزء الاكبر يقع على المواطنين على مستوى العالم. الجزء الاخر يقع على الحكومات، وهو الاكتشاف السريع لكل حاله وعزلها ومتابعه المخالطين. حقيقه من الصعب جدا التنبؤ بنهايه هذا الوباء، هذه الجائحة، لسبب ان احنا امام جائحة عالمية اصابت العالم كله، وتقريبا كل دول العالم تقريبا باستثناء دولتين او ثلاثة فقط على مستوى العالم حتى الان اللي لم تبلغ حالات، وبالتالي امكانية وجود موجات اخرى واردة. فنجاح دولة ليس بالضرورة معناه انتهاء الوباء تماما او انتهاء كافة الاجراءات، ولكن نجاحها يتطلب الاستمرار في الاجراءات الاحترازية. وبالتالي هناك جانب على المواطنين من الوعي الصحي، من التباعد المكاني، التباعد البدني، وكذلك النظافة الشخصية، بالإضافة إلى الجانب الآخر من البشر. نتمنى أنه يقل في التصريف، وذلك لسلوكيات البشر بتميل إلى التهوية أكثر، عدم التواجد في أماكن مغلقة. عادة بيكون معظم الأمراض الجهاز التنفسي بتقل في فصل الصيف، ونتمنى أن يحدث نفس الحاجة في مرض كوفيد 19. طيب دكتور اسمح لي أسأل حضرتك، هل من المتوقع أنه يتم استخدام بعض التطعيمات الوقائية في مرحلة قريبة؟ يعني كان في حديث عن أكثر من تطعيم أو استخدام بعض التطعيمات العادية المتعلقة بالأنفلونزا الموسمية المعتادة، هل ده يعني وصلنا فيه إلى قرار؟ هل في بعض الدراسات بتجرى حوالين هذا التطعيم؟ لا، هو الحقيقه حتى الان في 20 لقاح قيد التجربه، لكن التجارب الكلينيكيه خاصه للقاحات بتاخد وقت طويل جدا، بتاخد في الطبيعي بتاخد ما يكون من 4 سنوات او 5 سنوات. بسبب الجائحه وبسبب ضغط الاحتياج ليها، تم ضغط او وعدت جميع الجهات البحثيه وبمتابعه من منظمه الصحه العالميه بتعمل له بصعب وقت. بصعب وقت ده بنتكلم في حدود سنه تنوع، وبالتالي مش متوقع ان ظهوره حتى الان كلقاح فعال. لقاح الانفلونزا ملوش دور كبير
على الاطلاق تجاه مرض كوفيد، لكن بيؤثر بشكل قوي على الانفلونزا، وتقليل حالات الانفلونزا له اثرين كبار. اول اثر انه بيقلل العيب على المستشفيات بسبب الاعراض الناتجه عن مرض الانفلونزا. ثاني حاجه بيقلل الضغط النفسي والمجتمعي لما بنقل عدد الحالات، بيبقى حالات بسيطه مرتبطه بمرض كوفيد، ودي بتبقى اسهل في الاكتشاف وبالتالي اسهل في الاجراءات الوقائيه منها. طيب حتى الان يا دكتور احنا يعني ما بنشوفش تحديد او ايه هو المصدر الرئيسي لتفشي هذا الوباء ولا لنقل العدوى، يعني هل حتى الان قدر العلماء يحددوا ليه تحور هذا الفيروس بهذا الشكل المخيف وليه معدلات العدوى فيه هي الاكثر مقارنه بالفيروسات الاخرى المتحوره، يعني زي انواع الانفلونزا اللي ظهرت على مدار السنوات الماضيه؟ يعني الحقيقه كل فيروس بيبقى له نشاط مختلف عن الفيروس الاخر. سبب تحور الفيروسات من طبيعتها هي التحور. الحقيقه في خلال العشر سنوات الاخيره منظمه الصحه العالميه مع وزارات الصحه كنا بنرتب لجائحه قادمه. كان المتوقع ان تكون الجائحه بسبب مرض الانفلونزا، فيروس الانفلونزا المشهور عنه التحور. ولكن جاءت الجائحه باحد فيروسات المجموعه التاجيه اللي ما بتتحورش بشكل سريع، لكن حدث قبل ذلك اكثر من مثال ليها وتحورت وسببت ايضا هلع، كان اقل بكثير مما نواجهه في كوفيد 19. الان مشكله كوفيد 19 انه بينتقل عن طريق التنفس، انتشر بشكل كبير على مستوى العالم، بينتقل عن طريق ملامسه اسطح ملوثه، وبالتالي ده بيزود من فرص انتشاره من شخص الى اخر. الفيروسات الاخرى، فيروسات الانفلونزا كمثال اخر، الفيروسات التنفسيه هي ايضا سريعه الانتشار، ولكن لان لدى معظمنا مناعه بشكل او باخر فغالبا بتظهر باعراض بسيطه جدا وبيسبب وفيات بنسب اقل بكثير من كوفيد 19. فمشكلتنا هنا ان احنا امام فيروس مستجد ليس لدينا اي مناعه ضده، وده يؤدي الى نتائج غالبا بتكون اكثر وخامه، اكثر شدة، أكثر حدة على المواطنين، وبتسبب وفيات بمعدلات أعلى. طيب أخيرا يا دكتور، هل وصول أي دولة لمعدلات الذروة أو إن احنا نلاقي تصاعد كبير جدا في الأرقام ثم انحسار للأرقام يعني وهبوط معدلات الإصابة أو الوفيات، ده معناه إنه هذه الدولة بتكون يعني قربت على إنه القضاء على هذا الوباء لديها؟ وإحنا مش بنتكلم على دول العالم، لكن بنتكلم على إنه لكل دولة ليها إحصائياتها وليها أرقامها وليها معدلات إصابتها ومعدلات الوفيات أيضا. ده ممكن يعتبر مرحليا قدرت تسيطر ولم تقضي، ولكن قدرت تسيطر على انتشار المرض. ليس معناه هو انتهاء تماما كافه الاجراءات، لان كما اوضحنا انه موجود في كل دول العالم. هو المرض ابتدى ببؤره واحده في ووهان الصينيه ثم انتقل منها الى جميع دول العالم، وبالتالي وجود بؤره على في اي نقطه على مستوى العالم ما زالت تسبب خطر، وبالتالي تدعو الى الاستمرار في الاجراءات الاحترازيه الى ان ينتهي من العالم كله. قله الانتشار طبعا ده فرصه للدوله ان هي بتستلقط بعض الانفاس، ولكن ليس معناه انتهاء الخطر او الانتهاء تماما من المرض، ولكن النجاح في السيطره المرحليه عليه والاستعداد لموجه اخرى لمنعها وتقليل اثرها بشكل ايجابي. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية. يعني احنا زي ما شفنا الحقيقة كلام هام جدا اللي صرح بيه الدكتور أمجد، وده معناه انه لازم طول الوقت احنا حتى لو بنشوف ان معدلات الإصابة بتقل او معدلات الوفيات بتقل، ده ما يمنعش اي مكان او اي بلد، مش بنتكلم على مستوى مصر بس، انها ما تاخدش حذرها، ان ما نفضلش مستمرين في اجراءاتنا. لكن قله الاعداد انا عجبني جدا، تدي البلد فرصه انها تتنفس. انت بقى مع الصيف ولا لا؟ يعني دكتور أمجد قال حتى الآن لم يحدد هل ارتفاعات درجات الحرارة هتأثر على الفيروس ولا لا. ناس كتير كانت بتقول لك أما الحر يجي زيه. طبعا الفيروسات التانية بتأثر بالحرارة، لكن ده مش معناه إن الناس ما تاخدش بالها وتفتكر إن الحر هيقضي على الفيروس لوحده. حتى الآن ما حدش يعرف.
طيب احنا لسه مستمرين مع حضراتكم مع اخبار وزاره الصحه اللي اكدت انه في تقديم للخدمات الطبيه والعلاجيه لاكثر من 1.5 مليون مواطن في يعني من الحالات المرضيه اللي بتتردد على مستشفى الحميات والصدر، واحنا بنتكلم على رقم كبير بالمناسبه. انه يحصل ضغط مثلا على المستشفيات تستقبل هذا العدد من الحالات، وفي حالات كمان مشتبه بيها، يعني مش كل الحالات اللي بتروح لمستشفى الصدر او الحميات هي بالضروره حالات مصابه بالكورونا، ولكن حد ممكن يكون عنده اعراض مشابهه، حد عنده اشتباه وما الى ذلك، وبالتالي انه المستشفيات او وزاره الصحه بتقوم بدورها بتحويل اي شخص سواء اذا كان لسه بنشوف متاكدين من اصابته ولا لا. كل الخدمه دي، هذه الخدمة الصحية بيتم تقديمها ببلاش الحمد لله مجانا. كان بيقول لك بقى زمان يقول لك ايه مصر العلاج، لا محدش يكلمني عن العلاج والصحة في مصر دلوقتي يعني على وجه التحديد. الحمد لله هذه الخدمة الطبية بتقدم لجميع المواطنين بلا استثناء ولا تمييز، يعني فيش تمييز بين مواطن ومواطن، حد معاه فلوس وحد معهوش فلوس، الكل بياخد نفس الرعايه ونفس الخدمه الطبيه، وده تم من خلال 81 مستشفى حميات وصدر في كل محافظات الجمهوريه. اكدت الوزاره ان متوسط عدد الحالات المرضيه اللي بتتردد على المستشفيات كان بقى رقم 25,000 حاله يوميا. خصوصا انه كل الفرق الطبيه في مستشفيات الحميات والصدر، هم طبعا عارفين دول حائط الصد الاول للامراض المعديه، يعني ده اللي بيستقبل المريض سواء اذا كان عارفين ان عنده كورونا او مش عارفين. فالاطباء او الاطقم الطبيه خط الدفاع الاول. الوزاره كمان اشادت بالجهد العظيم اللي بتبذله الفرق الطبيه في هذه الفتره الاستثنائيه، تخيلوا لما تبقى مستشفيات الحميات والصدر بس بتدخلها كل يوم 25,000 حاله. وفي ناس يجي لها اعراض مش زي اعراض كورونا بس طبعا من القلق بيجري يروح المستشفى. وده طبعا المجهود اللي بيتم من بدايه فرز الحالات، مطابقه تعريف الحاله، انه يتم اخذ المسحه، انه يتم تقديم الرعايه اللازمه للمريض لحد ما نشوف هو كورونا ولا مش كورونا، ويتم بعد كده متابعه مراحل العلاج المختلفه. الوزيره وزيره الصحه دكتوره هاله زايد شكرت كمان بالنيابه عن كل اللي شغالين في القطاع الطبي، القوات المسلحه المصريه اللي بتقدم كل الدعم للقطاع الطبي وللفرق الطبيه من خلال طبعا زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات، تقديم شهادات تقدير ليهم، تكريمهم، طبعا ده بيكون له تاثير كبير جدا على الروح المعنويه للفرق الطبيه. ده غير بقى المجهود التاني اللي بتقوم بيه قواتنا المسلحة المصرية في عمليات التعقيم والتطهير لكل المنشآت الحيوية والطرق والميادين والمواقف والأماكن المؤسسات والمصالح الحكومية واللي احنا بنشوف ده بعنينا بشكل يومي. يعني احنا بنتكلم حقيقي بجد بكل فخر عن ملحمة وطنية كبيرة بتحصل في مصر، بتشوف كل قطاع من قطاعات الدولة بيشتغل بكل تفاني وبكل حب عشان البلد تعدي على خير. احنا في مركب واحدة، احنا في مركب واحدة، لو لا قدر الله حصل اي خلل في المركب دي، يعني مركب واحدة في وسط بحر، هذا الوباء بحر كبير محدش عارف، يعني يمكن البحر ممكن تحدد اوله من اخره او يعني او تحاول حتى تحط له حدود وملامح، لكن احنا في وسط وباء تايه المعالم. اكيد وانت في البحر ما تعرفش تفرق بين كل متر ميه، محتاجه بقى حاجات تانيه، لكن احنا في مركب واحده. كل واحد بيقوم بدوره، قبطان بيقوم بدوره، كل واحد بيقوم بدوره عشان نعدي بسلام. طيب نروح لخبر مهم جدا الحقيقه عن مصر. واخبار الحياه كلها تفرح برضو في ظل الازمات اللي بتحصل في العالم. كان في تصريح هام جدا من مديره صندوق النقد الدولي، كانت بتتكلم في تصريحات وبالمناسبه ما كانتش لوسائل اعلام مصريه ولا صحفيين مصريين عشان ساعات ايه في يعني، بس ما علينا، بالعكس انا مبسوطين جدا. لكن اللي بيبقى جميل برضو لما يحصل كلام عن مصر
ان تكون التصريحات دي لوسائل اعلام عالميه عشان الاخبار توصل عن مصر اكتر. وهي كانت بتتكلم عن الاضرار الاقتصاديه اللي حصلت للدوله بسبب او للدول بسبب فيروس كورونا. يعني قعدت تتكلم تقول ايه اللي حصل في دول العالم او الاضرار الاقتصاديه اللي العالم بيعاني منها جراء تداعيات هذا الفيروس المستجد. لما جت بقى تتكلم عن مصر على وجه التحديد جه اسم مصر، قالت كلام مختلف تماما عن حديثها عما يحدث في العالم فيما يتعلق بالاقتصاد. وقالت كلام بيعكس قد ايه الانجازات الكبيره اللي بتحققها بلدنا، ان احنا ماشيين على الطريق السليم، وانه باللي بتقول كده مديره صندوق النقد الدولي بخطوات كبيره. اتكلمت كمان مديره الصندوق عن الاقتصاد المصري واكدت انه الاقتصاد الوحيد الحمد لله ما بين الدول العربيه اللي حقق نمو اقتصادي هذا العام. يعني من المتوقع ان معظم دول العالم، مش بنتكلم على 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 دوله معينه او الدول الاقتصاديات الناشئه فقط او دول اللي حوالينا في المنطقة، من المتوقع أن الدول ما تحققش نمو اقتصادي، وده وضع طبيعي بالمناسبة جراء تداعيات هذا الفيروس أنه ما يحصلش نمو اقتصادي أصلا، لأنه عندك بقى جزء من الإنتاج طبعا أو جزء كبير من الإنتاج متوقف، وبالتالي عمليات التجارة أو التبادل التجاري طبعا متأثر، أنه الدول دلوقتي كل نفقاتها موجهة مش لزيادة استثماراتها أو لزيادة معدلات الاقتصاد أو لزيادة المشروعات البنية التحتية وما إلى ذلك، لا كل الدول بتوجه كل فلوسها نحو طبعا علاج هذا الوباء. لكن الحمد لله رب العالمين، نتيجة للطريق السليم اللي خدناه من 2016، وأنا حريصة في كل مرة نفتح هذا الموضوع أقول لكم أن الإجراءات الاقتصادية اللي تمت في مصر، قرارات الإصلاح الاقتصادي، هذا الدواء المر اللي تجرعنا مرارته جميعا كلنا كمصريين، هو اللي بنحصد نتيجته، والقيادة السياسية ورئيس والحكومة شالوا هذا القرار على عاتقهم رغم رفض كتير جدا من الناس لقرارات الإصلاح الاقتصادي، إلا أننا دلوقتي بنحصل النتيجة. وده بيبين ليه تصريحات مدير صندوق النقد الدولي قالت أنه متوقع أن الاقتصاد المصري هو الوحيد في المنطقة اللي يرتفع بنسبة 2% حتى مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. احنا معنا على التليفون الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور أستاذة أسماء وأستاذة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكنت عايزة أسمع تعليق حضرتك أو تحليل حضرتك على التصريحات الأخيرة لمدير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي في العالم، وتصريح على وجه التحديد فيما يتعلق بمصر، وأنه من المتوقع أنه يحصل زيادة في النمو الاقتصادي بواقع 2% حتى مع فيروس كورونا المستجد. تمام. خليني في البداية أقول إن التصريح اللي خارج من صندوق النقد الدولي ده بيعتبر إشادة ورسالة في نفس الوقت. إشادة بقوة ومرونة الاقتصاد المصري على مدى تأقلمه وتكيفه مع المتغيرات الاقتصادية الحادثة على المستوى العالمي. ليه؟ لأن الاقتصاد المصري بيتسم بالتنوع في المصادر والموارد الخاصة به بعيدا عن بقية الاقتصاديات اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط اللي بتعتمد على مثلا النفط أو السياحة بشكل فردي، ولكن الاقتصاد المصري بيتسم بالتنوع في العديد من القطاعات. خليني أقول لحضرتك إن الإشادة الحالية دي إشادة مهمة جدا في توقيت مهم للغاية، بخلاف باقي الإشادات اللي كنا بنطلع عليها من خلال التقارير الدورية اللي كان بيصدرها الصندوق خلال مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن كان في الأمور الطبيعية أو في التعاملات العادية على المستوى العالمي، ولكن الإشادة تصدر في هذا التوقيت الحرج اللي بيصاب الاقتصاد العالمي ب كثير من الخسائر وبيتكبدها على كافة القطاعات، ده بيعتبر إشادة قوية جدا من الصندوق على قوة ومتانة الاقتصاد المصري على مدى يعني عدم تأثره بالصدمات الاقتصادية والتذبذبات الاقتصادية
على المستوى العالمي. الرسالة بتعتبر رسالة طمأنة وتحفيز وتشجيع للمستثمر الخارجي على الاستثمار داخل الاقتصاد المصري بما يتمتع من قوة واستقرار وثبات ومرونة في وحوافز بتقدمها الدولة المصرية من حوافز استثمارية وحوافز ضريبية تمكنه من الاستثمار داخل مصر وبالتالي تحقيق أرباح، لأن في الآخر المستثمر بيكون عنده بدائل وبيشوف الدول بتقدم له قد إيه من حوافز، بتقدم له قد إيه من إمكانيات وموارد تمكنه من تحقيق أرباح داخل تلك الدولة. بالإضافة للنقطة الأهم في جذب المستثمر، بيكون يعني بيفكر إزاي في وقت من الأوقات لو حابب إن أنا أطلع بره هذا الاقتصاد أو هذا أو هذه الدولة، بيبقى عندي كمان مرونة في خروج المستثمرين بكافة الضمانات اللي بتضمن ليهم أموالهم واستثماراتهم. تمام. ولذلك الاقتصاد المصري بيعد من الاقتصاديات الجاذبة في المنطقة، وبالتالي إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري بيكون معتمد على عدة معايير، وهي مدى أو ما يقدمه الحكومة المصرية من إجراءات على المستوى السياسة المالية والسياسة النقدية وكيفية تحفيز وتشجيع المستثمرين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر. خلينا أقول لحضرتك ده بيكون معتمد أكتر على ما تم تحقيقه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ليه هدفين. أولا هو ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات من خلال تنمية موارد الدولة، وده اللي احنا شفناه خلال عام 2019 من زيادة في إيرادات قناة السويس اللي وصلت ل 5.9 مليار دولار. شفنا ده من خلال زيادة إيرادات قطاع السياحة ل 12.6 مليار دولار. شفنا زيادة في تحويلات المصريين في الخارج إلى أكثر من 27 مليار دولار. شفنا ده في ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي اللي وصل إلى 45.4 مليار دولار إلى وقت قريب بعد ما الدولة سددت بعض الالتزامات الخارجية ب 5.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. ده كان احنا طبعا احنا بنشوف مع حضرتك، يعني استعرضت معانا عدد كبير جدا من الأرقام دكتور مصطفى، والحقيقة انه دايما الأرقام هي يعني لا تجامل، الأرقام دايما بتتكلم بالواقع. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، الحمد لله رب العالمين على اللي احنا فيه. تعالوا برضو أنا معايا أخبار حلوة كتير، والأخبار الحلوة دي محتاجين إن كل مواطن مصري يعرفها، يعني وإحنا دايما بنحاول مع حضراتكم إن احنا نقول لكم الخبر بطريقة بسيطة عشان تعرفوا أهميته. الخبر اللي معانا ده من وزارة الزراعة، والحقيقة وهذا البيان الصادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي واللي أكدت على حاجة مهمة قوي. اسمع بقى، ارتفاع صادرات ثلاث محاصيل زراعات مصرية من الموالح، البطاطس، البصل، وصلت لكام بقى؟ اللهم لا حسد، لأكثر من 1,630,000 طن. إن شاء الله مصر هتدي محاصيلها وتغذي العالم بعد كده إن شاء الله. بيان وزارة الزراعة أكد إنه في تدفق ملحوظ في الصادرات، بمعنى إنه الأسواق العالمية دلوقتي والأوروبية فتحت منافس جديدة جدا وعايزة المحاصيل الزراعية المصرية. دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي قال إنه بيتم دلوقتي تكثيف كل اللجان الفنية للحجر الزراعي، الناس اللي كانت بتقعد زمان تطلع إشاعات على منتجاتنا الزراعية، فاكرينهم؟ أنا مش عايزة أجيب سيرتهم كتير، لكن دول العالم دلوقتي بتفتح منافس جديدة علشان يكون في
يتصدر لها هذه الزراعات او اللي بنتكلم على الموالح وما الى ذلك من مصر. وطبعا في اجراءات صارمه من خلال طبعا وبيتم تطبيقها من خلال المنافذ الحدوديه، المواني البحريه، البريه، محطات الفرز، التعبئه، عشان اعمال الرقابه على الصادرات الزراعيه واللي هي بتتم بمنتهى الحسم. السنه دي كمان او مع هذا تفشي هذا الوباء، لكن احنا الحمد لله عندنا زياده في صادرات الموالح، وده منها على سبيل المثال الصين. السوق بيتعافى بالمناسبة، السوق المصري فيما يتعلق بمجال الزراعة بيتعافى، في انفراجة كمان في عملية تصدير البطاطس للأسواق الأوروبية، والحمد لله رب العالمين في مصر عندنا إنتاج محلي كفاية جدا. مصر دلوقتي بتحتل المركز الأول في العالم كله، في العالم كله، في كل الأسواق العالمية من حيث تصدير البرتقال. احنا رقم واحد. البرتقال المصري بتاعنا ده لعلمكم، يعني الناس اللي بتسافر بره كتير عارفه الفرق، فرق الطعم على فكره مختلف تماما. البرتقال المصري بتاعنا يعني بالمناسبه من اجود الاصناف في العالم كلها، من يعني من ناحيه تانية. وبالمناسبه الشركات الزراعيه اللي بتشتغل في مجال التصدير في تدخل، لو حد بعض من الناس في تدخل دلوقتي من السيد القصير وزير الزراعة بنفسه لحل أي مشاكل موجودة عند هذه الشركات. خلينا ناخد تفاصيل أكتر من الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أولا مبروك، يعني يعني طيبة وشعب مصر كتير كله. وانت طيب يا دكتور، مبروك بجد الاخبار الحلوه انه مصر في يعني في ظل ما يحدث في العالم انه مصر بتحتل دلوقتي المركز الاول في تصدير البرتقال. حضرتك صح يعني صحح لي معلومتي لو انا غلطانه، وعندنا كمان زياده صادرات من المنتجات الاخرى، فبقينا الحمد لله المنتجات الزراعيه المصريه بتتصدر الاسواق العالميه. الحقيقه احنا كمان برضو احنا حاصلين على المركز الاول في انتاج زيتون المائده، واحنا كمان من المنتجين الجيدين اللي بدانا ندخل في انتاج الزيتون بشكل كبير، اضافه لان احنا رقم واحد عالميا في تصدير الموالح والبرتقال تحديدا كمان. والحقيقه ده بياتي نتيجه جهود كثيره قامت بها الوزاره خلال الفتره السابقه، وزي ما حضرتك ذكرت كده معالي الوزير الاستاذ سيد القصير اجتمع مع المصدرين الزراعيين وبدانا نناقش مشاكلهم ونشوف ايه الادوات والاليات اللي نقدر نساعدهم بيها، وتم التنسيق مع كل الجهات المعنيه اللي لها علاقه معانا بحيث ان احنا نزود من حجم الصادرات الزراعيه. وده الحقيقه بنشوف كم الجهود اللي بتبذل في مجال الصادرات، سواء من خلال منظومه التكويد اللي تم تطبيقها علشان نبدا نعمل تتبع لاي منتج سواء بينزل السوق المحلي او بيتم تصديره، كمان من خلال منظومه الرقابة على المبيدات واتخاذ إجراءات صارمة في مجال الرقابة على المبيدات وتدريب مطبق المبيدات، وإحنا دربنا 10,000 واحد يكونوا مطبق المبيدات. كل ده يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة جودة المنتج المصري. كمان إحنا فتحنا خلال الفترة السابقة دي حافين سوق جديد للصادرات الزراعية المصرية، وكان من أهمهم طبعا السوق الصيني، تم افتتاحه لبعض الأصناف الجديدة سواء في اوروبا، في امريكا اللاتينيه، في افريقيا، في اسيا، في عدد كبير جدا من دول العالم. كل ده ساهم معانا او بيساهم معانا في ان احنا نحافظ على دفع الصادرات الزراعيه المصريه الى الامام. كمان الحقيقه منظومه الصواب اللي تم انشائها مؤخرا، اتخاذ عدد من الاجراءات في اصلاح مزيد من الاراضي الزراعيه. طب طمنا بقى يا دكتور على حصاد القمح، يعني يعني الموسم بقى بتاع الحصاد، والمتوقع ان احنا عندنا زياده قد ايه ان شاء الله السنه دي؟ ان شاء الله احنا عندنا السنه دي احنا زرعنا 3,402,000 فدان، وده بزياده حوالي 200,000 فدان عن السنه اللي فاتت. المساحه اللي انزرعت دي ان شاء الله متوقع ان هي تجيب لنا انتاج ما يقلش عن 9 مليون طن باذن الله من القمح. طبعا ده يخش معانا الاستراتيجي اللي موجود عندنا، فده يساهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين الاساسيه. فالحقيقه موسم القمح كمان بدانا عمليات الحصاد، وفي متابعه مستمره من وزاره الزراعه لعمليات الحصاد وتنفيذ كل
يعني في تنسيق مع كل المديريات ووكلاء الوزارات بحيث ان هم ينزلوا يتابعوا ويشوفوا كل المتابعين وتوفير كل المعدات اللازمه ليهم. وفي تنسيق بيحصل في هذا الامر بشكل كبير جدا مع الوزير استاذ الاستاذ الحقيقه، عطى توجيهات واضحه جدا لكل مدير المديريات بضروره التواجد في الشارع وحل مشاكل المزارعين واتخاذ اجراءات فوريه في هذا الامر. فكل ده ان شاء الله يفهم معانا يكون موسم القمح هذا العام، خصوصا احنا طبقنا كمان تجربه الزراعه على المصاطب اللي قد تؤدي الى زياده الانتاج بشكل كبير، فده ان شاء الله يعني يساعد معانا في توفير مزيد من الاقمار. وعندنا الصوامع الحفظ جاهزه بقى يا دكتور، وكل يعني هناك استعداد تام لموسم حصاد القمح. طبعا طبعا الحقيقه وزاره التموين كمان موفره صوامع، واحنا عندنا البنك الزراعي كمان عنده مجموعه من الصوامع، فاحنا عندنا في تنسيق كبير بيحصل في هذا الامر، وفي تنسيق مستمر بيحصل بين كل اجهزه الدوله وطبعا الحكومه. احنا بنلاحظ الحقيقه الفتره الاخيره دي بتشتغل في شكل من انواع التناغم والعمل الكامل بحيث ان احنا كله يكمل بعضه علشان نصل في النهايه لخدمه المزارع. فده واضح جدا، واضح حجم الجهد اللي بتقوم بيه الريا من 2014 وحتى الان احنا ملاحظين حجم فرق كبير والاهتمام بشكل واضح في ملف الامن الغذائي للمواطنين. كل ده يساهم ان شاء الله في تلبيه احتياجات المواطن، وده خلى الاقتصاد الزراعي عندنا في مصر اقتصاد مرن شويه، مرن بشكل كبير. فده يعني الازمات والمؤثرات اللي بتبقى موجوده عالميا بنقدر نتجاوزها بشكل سريع، وبنقدر ناخد منها فرص ونستمر في عمليات الانتاج ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا يا دكتور بقى، استعدادات وزاره الزراعه لاستقبال الشهر الكريم ومنافذ بيع وزاره الزراعه استعداته ازاي؟ احنا الحقيقه عندنا اكثر من 400 منفذ موجودين على مستوى الجمهوريه. كل المنافذ كان في توجيهات واضحه من معالي الوزير بضروره التوقيت الاستراتيجي، يعني احتياطي في المخزون عندهم يكفي احتياجات المواطنين لمده 6 شهور، وبالذات المعروض بشكل واضح علشان نلبي احتياجات المواطنين في الفتره الحاليه. طبعا احنا عندنا كمان وفرنا يميش رمضان وبعض السلع الاساسيه، وكمان بدانا نعمل تعاقدات مع صغار المزارعين علشان نباشر لمنتجاتهم من خلال منافذ الوزاره. كمان عندنا الحقيقه في مجموعه منافذ بدات تنفذ تجارب لان احنا نعمل تسويق من خلال الجمعيات الزراعيه، وان احنا ننسق في هذا الامر مع التعاونيات في عدد من المحافظات. كمان المنافذ موجوده بتغطي كل محافظات الجمهوريه الحقيقه، مش بس القاهره والجنه، حتى حلايب وشلاتين فيها منافذ، او سينا فيها منافذ، في كل المحافظات الحمد لله عندنا منافذ موجوده لوزاره الزراعه، وبتعرض كل المنتجات، وعندنا خصومات بتصل في المتوسط الى 25%، في بعض الاصناف بتزيد. فده الحقيقه يشجع. طب دكتور، نقدر نقول يعني اخيرا كده قبل ما اقفل مع حضرتك، هل ملف التعديات على الاراضي الزراعيه في ظل الاجراءات الصارمه اللي بتتخذها الدوله لمحاربه هذه المخلفات، نقدر نقول ان احنا الحمد لله قربنا، ولا لسه فاضل جزء من الاراضي اللي ما زالت عليها بعض انواع التعديات او المخالفات؟ لا طبعا الحقيقه احنا في 14، لو قارنا الوضع هنلاقي ان كان في عندنا الفتره السابقه 2014 كان في حجم تعديات كبير جدا، وما كانش في ازالات في الوجه على الوجه الاخر يعني او على الجانب الاخر، لكن من 2014 بدانا نشوف انخفاض في حجم التعديات وزياده في حجم الازالات. ده طبعا بيساهم في يعني الحفاظ على الرقعه الزراعيه، والوزير الحقيقه كمان عاطي تكليفات واضحه جدا بناء على تكليفات القياده السياسيه ان احنا يكون في الابلاغ الفوري عن اي مخالفه، وما نستناش لحد ما تطلع منشاه ونروح نقول احنا عايزين نزل. احنا بنبلغ وبناخد اجراءاتنا من اول ما بنبدا نشوف رصد لوجود اي معدات هتقول ان في عمليه انشاء هتتم في هذا المكان، وبيتم اتخاذ اجراءات قانونيه بشكل فوري واجراءات رادعه. والحقيقه في التناغم واضح في هذا الملف ما بين كل اجهزه الدوله المعنيه. شكرا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، يعني اخبار كلها حلوه، يعني الحمد لله رب العالمين. القمح ان شاء الله هنغني موسم الحصاد السنه دي، ويبقى ليله عيد بالنسبه لموسم القمح، ويبقى عندنا زياده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تدخل زي ما كان الدكتور محمد القرش بيقول في مخزوننا الاستراتيجي، وده مهم قوي. نروح من ملف الزراعه لملف الري وشغل الحياه اللي بتقوم بيه وزاره الري في تنفيذ ازاله التعديات على او في محافظه عندنا الجيزه، واستمرار ازاله التعديات في عدد كبير جدا من محافظات مصر. بالمناسبه بعد الازالات الاخيره في محافظه الجيزه، يبقى عندنا اجمالي ازالات قطاع الري بس وصل ل 140,000 و 142 و 142 يعني 140,000 و 142 ازاله. كان في تصريحات هامه جدا من المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري في الوزاره، وقال انه حتى الان
ومع كل الإزالات اللي حصلت بالرقم اللي احنا بنتكلم عنه، الوزارة مستمرة في إزالة التعديات اللي موجودة على كل المجاري المائية في محافظات مصر، وفي استعانة وتنسيق دايما مع شرطة البيئة والمسطحات لإزالة أي تعدي للوحدات المحلية المحافظات. خلينا ناخد تفاصيل أكتر من المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير استاذة اسماء، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. بحيي حضرتك، وخلينا نتكلم على يعني معدلات المخالفات او ازاله المخالفات من المسطحات المائيه وما يحدث في محافظات مصر الان، واحنا بنشوف عدد كبير جدا من الازالات، يعني بنتكلم على يعني قربنا على 150 الف ازاله. طيب يا فندم اسمح لي اوضح، وزاره الري اطلقت الحمله القوميه لإنقاذ النيل، وطبعا تعديات كان ليس على مجرى النيل فقط ولكن كافة المجاري المائية اللي تقدر بحوالي 55 ألف كيلو متر طولي ما بين ترع ومصارف طبعا ومجرى النيل الرئيسي بالإضافة للفرعين. يعني احنا لغاية يعني الأسبوع ده تخطينا حوالي 208 إزالة، وده رقم ضخم جدا، يعني يمكن الفترة اللي فاتت من 2015 النهاردة تخطيته ال 158 ألف. 268 بالظبط، 268600 ازاله. انا بعتذر اخطات في الرقم انا بقى. بالظبط يا فندم، فبالتالي لان احنا بنتكلم على كافه المجاري المائيه، وعندنا على سبيل المثال مثلا نهر النيل فقط تخطينا 52700 ازاله، في ظل ان كل يوم بيكون فيه ازالات، فبيتم يا اما حصرها وازالتها في المهد بقدر الامكان بالتنسيق مع كافه مؤسسات الدوله طبعا، الجهات الامنيه والمحافظين وغيره، او طبعا بيتم تنفيذ المحاضر وتنفيذ المحاضر وازالتها بقدر الامكان في المهد، لان بالتاكيد في كل الاحوال ده بتبقى خساره حتى بعد. طب باشمهندس، بعد كل الرقم اللي حضرتك بتقول عليه يعني، وده رقم كبير جدا وضخم الحقيقه ومجهود كبير بتقوموا بيه، هل ما زلتوا حتى الان بترصدوا تعديات او في مخالفات جديده بتظهر كل فتره؟ كل يوم يا فندم في ازالات جديده، يمكن اقربها كان اول امبارح تم ازاله مبنيين ضخمين جدا في محافظه المنيا، وكان احدهم 7 ادوار والثاني 5 ادوار في وجود السيد المحافظ اللي هو اسامه القاضي والبنيه والامنيه، لان بالتاكيد كل يوم في تعديات، وده اللي احنا بنحاول دايما نوصل رساله ان هناك رغبه واراده حقيقيه لدى كافه اجهزه الدوله ان هو ازاله كل التعديات على اصول الدوله، وبالتالي بنهيب دايما المواطنين بعدم التعدي على المجاري المائيه وباي شكل من الاشكال، لان هيتم تقصير بشكل واضح جدا على تطبيق القانون خلال الفتره دي واللي جايه ان شاء الله، ودايما في متابعه بشكل مستمر وعمل يعني كل اجهزه الوزاره بشكل مستمر ومتابعه على مدار الساعه من معالي وزير الري وكل الاجهزه. وطبعا ده كنا بنتكلم عليه، بنتكلم علشان ان لازم الناس حجم المسؤوليه الواقعه على عاتقهم هم قبل كمان اجهزه الدوله، وبناكد كمان على ان المجاري المائيه دي لصالح المواطن في المقام الاول، علشان نقدر نوصل الميه لكل مرتفع ونغطي كافه الاجراءات في ظل اساسا محدوديه المجاري الموارد المائيه الحاليه. بتذكر بس كحضرتك ان في الفتره دي حرص شديد جدا من كل اجهزه الوزاره زي ما حضرتك ذكرتي، سواء الري او الصرف او كل الاجهزه، على انتهاء من اعمال التقصيرات علشان الاستعداد لموسم اكثر احتياجات اللي هو هيبدا خلال هي طبعا الشهر القادم لمده 3 اشهر تقريبا، هو بيزيد الطلب بشكل كبير جدا على الكافه سواء للشرب او الاستخدامات الزراعيه او غيره، وطبعا ده بنجهز التقصيرات لكل المجاري المائيه. التعديات اللي حضرتك ذكرتيها وبتاكد عليها، بنأكد على ان كل اي تعدي بيتم رصده في وقته وتوقيته في مهده علشان يتم ازالته وتحرير المحاضر. اعتقد ان في الفتره الاخيره كان واضح جدا لدى كل المواطنين وكل الناس ان ازاي بيتم المتابعه بشكل مستمر على مدار الساعه، سواء بقى باجهزه الوزاره من خلال اقمار صناعيه ورصدها او مطابقتها على ارض الواقع من الاجهزه المعنيه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزاره الري. اكيد اي تعدي على شبر ميه يضرنا كلنا. طيب نرجع لمجلس الوزراء، و يعني
ما تم اخيرا في مجلس الوزراء، وهو استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي قدمته وزيره التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وقدمت هذا التقرير الحقيقه عن المجهود الخاص اللي عملته او اللي قامت به الوزاره لتجهيز اماكن العزل الطبي بالتنسيق مع عدد من الوزارات، منها وزاره الصحه والسكان العالي والبحث العلمي وشباب والرياضه. عرضت الوزيرة في هذا التقرير يعني المقرات اللي تم تجهيزها واللي لسه بتتجهز كمان، وقالت الوزيرة انه المقرات اللي بيتم تجهيزها موجودة في المدن الجامعية، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن الأخرى عشان تستقبل الحالات الإيجابية اللي بتتعالج من فيروس كورونا بس ما عندهاش أي أعراض وما بتحتاجش انها تتواجد في المستشفيات. تصريحات وزير التضامن كمان قالت ان التجهيزات بتضم كل المفروشات والمستلزمات الطبيه، بتوفر كمان الوجبات يعني المرضى، بتوفر الميه، شاشات التلفزيون، كل شيء يعني ان الخدمه تكون يعني ما فيهاش اي حاجه ناقصه. تصريحات الوزيره كمان قالت انه المساهمه اللي بتتم حاليا واللي بتقوم بيها وزاره التضامن الاجتماعي في توفير او توفير السلع الغذائيه للقرى المعزوله، وده طبعا بيتم مع المحافظين. احنا عارفين طبعا انه في ظل انتشار فيروس كورونا في بعض القرى بيتم عزلها لحد ما يتم يعني عمل التحاليل والفحوصات اللازمه للناس المتواجده او المخالطين، وبناء عليه الوزاره هنا بتقوم بشغل انها توفر السلع الغذائيه لهذه القرى. بالمناسبه عندنا يعني تم تشغيل عدد من المقرات، 9 مقرات متوزعه في المحافظات عشان تلبي احتياجات هذه القرى، بتستوعب حوالي بنتكلم كمان على العدد الاسره اللي تم تجهيزها في المدن بشكل عام في المدن الجامعيه عندنا 4305 في الدقهلية، مركز شباب أبو قير وفي اسكندرية، والمدينة الشبابية في الأقصر، والمدن الجامعية في أسيوط، وبيت شباب البلاجات في الإسماعيلية، والمدينة الجامعية في المنيا، والمركز العلمي للشباب والرياضة في دمياط، والمدينة الجامعية في حلوان، والمدينة الجامعية في قنا. وقالت كمان نيفين القباج أنه تم تجهيز مقر اليونسكو في المنوفية بطاقة استيعاب 200 سرير وفي انتظار بدء تشغيلها من مديرية الصحة. أما المقرات اللي بيتم تجهيزها فبتشمل 3 مقرات، هي المدينة الجامعية في عين شمس، مؤسسة أهل مصر، مقر المدينة الجامعية في سموحة في الأسكندرية. عدد كبير جدا الحقيقة زي ما بقول لكم من الأماكن اللي بيتم تجهيزها في مصر، إن الدولة مستعدة، كل الوزارات بتقوم بدورها في متابعة مع رئيس الوزراء إنه كل الأماكن تكون جاهزة ومستعدة إن إحنا لو لا قدر الله عندنا حالات واحتاجنا لهم أماكن عزل ومش محتاجين يقعدوا في مستشفيات فتم تجهيز أماكن أخرى عشان تفضل المستشفيات للناس اللي هي أعراضها جديدة قوي ومحتاجة المستشفى. بما إن إحنا طبعا بنتكلم على الالتزام فأكيد الناس وهي قاعدة في البيت بتحتاج الترفيه، بتحتاج إنه الأعياد يحسوا بالعيد، عشان كده الشركة المتحدة أو إن احنا نحس بفرحة العيد وشم نسيم. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لسه مستمرة في الدور المهم اللي بتعمله من بداية أزمة فيروس كورونا. وكلنا بنحتاج دعم نفسي ودعم معنوي. وعشان كده بدأوا بتقديم الدعم المعنوي للفرق الطبية كورونا، واللي بتحرص على إرسال قوافل لمستشفيات العزل عشان توجه لهم الشكر والتحية للفرق الطبية. بالمناسبة الحملات دي بتتم من وقت طويل جدا من بداية تفشي هذا الوباء، وناس كتير حقيقي بتتمنى انها تشوف العربيات والقوافل المتحركة الخاصة بالشركة المتعلقة مع الأغاني الوطنية الجميلة اللي بتبقى شغالة وبتخلق جو حلو، لدرجة الناس بتقول يعني يا بختنا المكان اللي بيعدي علينا وبيكونوا منتظرين يصوروها ويتفاعلوا معها. القوافل يعني الحقيقة الأطقم الطبية أو الدور المهم اللي بيقوموا بيه اللي هم بيوصلوا ليل بالنهار عشان يحاربوا فيروس كورونا المستجد. بمناسبة عيد الربيع وعيد شم النسيم الشركة بعتت قافلة عشان تستقر جنب واحدة من مستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا، وقامت بإذاعة الأغاني الجميلة والأغاني الحماسية والوطنية، وكان بتوجه تحية لكل الموجودين في المستشفى من خلال الميكروفونات عشان ترفع من روحهم في أعياد الربيع سواء إذا كانوا مصابين أو من الفرق الطبية.
مهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة قال إن ده بيتم منطلق حرص الشركة على تحية جيش مصر الأبيض وكل بيشتغلوا في القطاع الطبي وخصوصا مستشفيات العزل اللي بيبذلوا جهد كبير جدا وجبار عشان يساعدوا المصريين. وقال حسام صالح إن الشركة اللي بيتولى رئاستها الأستاذ تامر مرسي بتحرص على عمل أكثر من مبادرة لجيش مصر الأبيض عشان تقدم ليهم كل الدعم المعنوي وتساعدهم في الترفيه عنهم، وده طبعا جزء من المسؤولية المجتمعية للمجموعة. اما بالنسبه للناس اللي كانت قاعدين في البيت فاكيد تابعتوا معانا على سي بي سي والحياه امبارح، يعني غني معانا وانت في بيتك الحياه كان جو برضو الناس بعيد الربيع حتى مع الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها. استاذن حضراتكم نروح لفاصل صغير جدا نرجع نكمل، خليكم معانا. بصبح عليكم من تاني وخلينا نروح ناخد جولة ونشوف تداعيات فيروس كورونا في العالم. حقيقة في آخر إحصاء لوكالة رويترز قالت إنه وصل عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط لأكثر من 41,000 شخص، ده حتى يعني الأمس، يعني ربنا يرحمهم جميعا في الوقت طبعا اللي كان فيه اعتراضات كبيرة جدا من الناس على أو من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية على إجراءات العزل. كمان كشفت رويترز أنه إجراءات التزام الناس أن هم يفضلوا في المنازل أجبرت عدد أو أجبرت أكثر من 22 مليون شخص أن هم يطلبوا إعانات بطالة خلال الشهر اللي فات، وده رقم كبير جدا، 22 مليون شخص دلوقتي بيبحثوا عن إعانات البطالة أو بيطالبوا الحكومة الأمريكية إنها تدفع لهم يعني تدفع لهم مبالغ نقدية تعينهم على إن هم فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا عمل. إحنا معانا على التليفون من واشنطن الدكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا، صباح الخير عليكي وصباح الخير على المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك، يعني خليني ابدا معاك، يعني اخبار سيئه جدا الحقيقه في الولايات المتحده الامريكيه، يعني شفنا عدد من التظاهرات والاعتراضات جراء يعني الاجراءات الاحترازيه اللي بتحدث داخل الولايات المتحده الامريكيه، ارتفاع كبير في معدلات البطاله وايضا معدلات وفيات عاليه جدا حتى الان، يعني تقييم حضرتك للموقف يعني او ما يحدث داخل الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير او قرارات الحكومه الامريكيه. هو ما فيش شك ان تاخر اداره الرئيس ترامب في اتخاذ الاجراءات الاحترازيه واجراءات العزل الاجتماعي يعني فتره تتعدى 6 أسابيع، ده بالتاكيد كون يعني كميه كبيره من الاصابات. النهارده احنا عدينا 3/4 مليون، احنا يعني داخلين على 800,000 اصابه مسجله في الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد ان العدد اكبر من كده بكبير بكثير، لان لم يتم التوسع بعد في عدد التحديد والكشوف اللي موجوده. فاعتقد ان لو زاد التحديد والكشوفات عن الفيروس اعتقد ان الاعداد هتتعدى الارقام دي بارقام كبيره. الحاجة الثانية ان يعني الحمد لله العدد اللي بيدخلوا المستشفيات من هذا العدد يعني من 3/4 مليون اللي دخلوا مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 165,000 فقط الموجودين في المستشفيات. من ال 165,000 دول 5% منهم يعني تقريبا يعني 8 أو 9,000 موجودين في الحالات الحرجة، ودول اللي هم بيغذوا قائمة الوفيات اللي احنا بنشوفها كل يوم بتزداد، لان للاسف الشديد اللي بيوصل للمرحله المتاخره من كوفيد 19 فيروس كورونا وبيتحط على جهاز التنفس الصناعي الفنتليتور، يعني الدكاتره بيقولوا لو قعد اكثر من اسبوعين يبقى الارجح ان هو مش هيقدر يقوم من عليه وهيتوفى. ف
فاعتقد ان ده اللي بيغذي حالات الوفيات، انها تضاعفت عدد الوفيات من الاسبوع اللي ماضي كانت 17,000 حاله وفاه، النهارده يعني كثرت ال 41 دخلت ال 42، يعني تضاعفت الحالات خلال اسبوع. فلو وجد المتوالي العدديه بالشكل ده اعتقد ان احنا هنوصل لل 100,000 في اقرب وقت ممكن قبل يعني اسبوعين من شهر مايو اللي جاي. فده بالتاكيد يعني بيؤخر كل الخطط اللي يعني بيرغب فيها الرئيس دونالد ترامب باعاده فتح الاقتصاد الامريكي. واعتقد ان هناك تضارب كبير بين الرئيس دونالد ترامب وما بين يعني المؤسسات الامريكيه في هذا الموضوع. طيب دكتور، الحقيقه كان في عدد من الفيديوهات ويعني البوستات وبعض التصريحات المنتشره، يعني ما اعرفش حضرتك تابعتها ولا لا، اللي بتوجه الاتهام للحكومه الامريكيه وللمنظومه الصحيه في الولايات المتحده الامريكيه وصفها بالعنصريه، وانه ليس كل مواطن على ارض الولايات المتحده الامريكيه بيتمتع بنفس الخدمه الصحيه ذاتها، هناك تفرقه في الحالات اللي بتحتاج دخول المستشفيات. يعني عايز اعرف تعليق حضرتك، هل هذا صحيح ام دي كلها يعني ادعاءات او اتهامات كاذبه؟ لا، هي ما فيش طبعا تفرقه في يعني لا في لون ولا جنس ولا دين ولا عرق في المستشفيات والمعامله في المستشفى، لكن هي يعني اجناس بذاتها، يعني مثلا الامريكان من اصول افريقيه اللي هم الامريكان السود، ايوه في عندهم بعض الامراض متوصمه وعندهم سمنه مفرطه وعندهم عوامل كثيره من العوامل اللي بتؤثر على تاثير المرض فيهم اكثر، فبيبقى نسبه الاصابات فيهم اكثر. ده مش معناته ان ده اضطهاد او ده يعني عدم اهتمام من الاداره الصحيه، لا، هي يعني عادات وسلوك وايضا جينات وايضا يعني امراض متوصمه موجوده، يعني امراض الصدر منتشره اكثر في الامريكان من اصول افريقيه اكثر من الامريكان البيض. فاعتقد ان الموضوع ليس فيه بالتاكيد اي تفرقه او اي في يعني نوع من العنصريه في هذا الامر، ولكن اثير بالتاكيد في الميديا الامريكيه ان عدد المصابين من الامريكان من اصول افريقيه الامريكان السود اكثر من عدد المصابين البيض. ولكن لا، بالتاكيد انا في داخل المجتمع الامريكي لا توجد اي تفرقه، المستشفى لا تفرق بين لون او عرق او دين او يعني او توجه. اللي بيدخل المستشفى الولايات المتحده الامريكيه بيتعامل كانسان. وده اؤكد ان هؤلاء الابطال الموجودين في الصفوف الاولى من اطباء وممرضين وطواقم طبيه وعاملين النظافه وعاملين المغسله اللي بيغسلوا هدوم المرضى وهدوم يعني الاطباء والممرضات، كل دول. اذا دي كانت اتهامات كاذبه، والصحيح انه عدد المصابين الامريكان من اصول افريقيه هم الاكثر. هو يعني نسبه الاصابات اكثر ل يعني لعوامل اخرى خارجه تماما عن العنصريه او الى الاستهداف، لا استهداف لعنصر او للون او لجنس في الولايات المتحده، خاصه في هذه الجائحه. طيب احنا عندنا دلوقتي طبقا للارقام، وحضرتك ارجو التصحيح، ويعني احنا عشان كده نتواصل مع حضرتك، 22 مليون شخص تقدموا للحكومه الامريكيه بطلب اعانات، يعني لان هم فقدوا وظائفهم. من المتوقع يعني او بعض ما كتب بعض التقارير عن الوضع الاقتصادي في امريكا انه المتوقع ان هذا الرقم ربما يتضاعف اذا امتدت الازمه حتى اغسطس القادم. هو عدد العماله في الولايات المتحده الامريكيه تقدر من يعني من 80 ل 100,000 وظيفه في الولايات المتحده الامريكيه. المتوقع كان ان هم يوصلوا ل 15 مليون للتقدم ل يعني اعاده البطاله لعدم يعني عدم الشغل، ولكن اعتقد ارقام بدات بتزيد كتير لان كثير من هؤلاء الوظائف موجودين في الشركات الصغيره. الشركات الصغيره بالتاكيد اول الشركات اللي بتبدا تنهار اقتصاديا ويحصل نوع من يعني الصغيره والمتوسطه الاقتصادي والمالي، هم الصغيره اللي متناهيه في الصغر والصغيره والمتوسطه. ايوه. وايضا الاموال التي ضخها الكونجرس الامريكي يعني خلصوا في اول اسبوع، يعني 350 مليار دولار خلصوا في اول اسبوع؟ انتهت في اول اسبوع، والنهارده بيتكلموا في حسبه ثانيه 250 مليار تانيين هيتقدموا للبنوك عشان في حاجه اسمها البي تشيك لون، يعني صاحب العمل اللي عنده موظفين موجودين عنده وهو دلوقتي سرحهم او عمل لهم لاي اوف، يعني عمل لهم يعني اترفضوا،
من الشغل، لو رجعهم تاني بعد ما يفتح العمل تاني في شهر 6 يعتبر. طب قالوا انه هذا الامر يا دكتور نتيجه طبعا انخفاض سعر برميل النفط الامريكي، بانه يعني احنا عندنا هنا العاملين في قطاع البترول هيواجهوا موجه من البطاله يعني الغير متوقعه، ولكن هناك راي اخر انه يعني هذا الخفض ربما يحدث خلال شهر مايو ويتم يعني التحسن في شهر 6 وشهر 7. أنا بس عايز أقول حاجة عشان أطمن الناس في مصر، موضوع النفط وأسعار اللي هي انتشرت على كل الشاشات تقريبا، سعر البرميل 20 سنت وسعر البرميل دولار و16 سنت. يا جماعة بهدوء كده، في عقود لتنفيذ عمليات على النفط كل شهر، فعقود شهر 5 في 3 عوامل أثروا في هذا الموضوع، عامل مباشر وهي الصراع ما بين المملكه العربيه السعوديه وما بين روسيا في زياده الانتاج اللي سبب بالتاكيد انخفاض الاسعار وانخفض الاسعار طبعا. من متوسطات ال 40 دولار الى متوسطات ال 20 دولار. النهارده عقود شهر 6 هتبقى سعرها من 21 ل 23 دولار واحتمال تطلع ل 26 دولار. العوامل الثانيه اللي اثرت في عاملين ثانيين غير مباشرين، العامل المباشر الاول اللي هي زياده الانتاج اللي طبعا مفهوم طبعا الاوبك بلس. العامل الثاني الغير مباشر فيروس كورونا بالتاكيد والاغلاق اللي حصل الشهر اللي فات والشهر ده واللي هيحصل الشهر اللي جاي، توقفت عجله الانتاج، الاقتصاد العالمي كله تاثر. طب اخيرا يا دكتور يعني عشان وقتنا، هل الرئيس يعني في توقعات حضرتك الحاجه الثالثه بسرعه اقولها، اتفضل. دي حاجه مهمه جدا، مساحات التخزين للنفط بدات تتلاشى، يعني احنا النهارده وصلنا 95% من 10 مليار برميل تخزين مطلق، خلاص المخازن اتملت، حتى ان السفن في عرض البحر بيستخدموها كمخازن للنفط دلوقتي. فلو فضل الموضوع بالشكل ده هتنهار الاسعار وتوصل ل 10 دولار. اخيرا يا دكتور، هل من المتوقع ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعني يتخذ قرار بالمجازفه بتخفيض الاجراءات الاحترازيه، حتى يعني لو حضرتك بتتكلم على 350 مليار وبالتالي ربما لن تستطيع الحكومه الامريكيه تحمل كل هذه النفقات او تقديم هذه الاعانات، هل من المتوقع ان هو يغامر بتقليل الاجراءات الاحترازيه لعوده عجله الانتاج مره اخرى؟ يعني الاجابه حضرتك تقول لي هل هذا سيحدث او ربما من المتوقع؟ لا بالتاكيد، لا اعتقد بالتاكيد، لانه لن يتحمل مسؤوليه زياده عدد الوفيات بشكل اكبر من كده مضطرد، ان كل 1000 واحد بيموتوا بيأخروه عن الانتخاب في الفتره القادمه لرئيس الولايات المتحده الامريكيه. تمام. فلو زادت اعداد الوفيات اعتقد انه هيودع الرئاسه ويخرج منها في اخر المده. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية. يعني 350 يا جماعة مليار خلصوا في أسبوع، حقيقة رقم يعني اقعدوا كده فكروا، يعني هتلاقوا أصفار كتير قوي، بس 350 مليار خلصوا في أسبوع وما زال إحنا عندنا عدد كبير جدا. يعني كل أسف يعني هذا الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، التضارب، الخلاف ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما فيش تنسيق أو قرار موحد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل أسف إنه اللي بيدفع نتيجة هذا التخبط في القرارات أو عدم وجود قرار موحد أو عدم تنسيق أو إن الدولة كلها تبقى ماشية مع بعض هو المواطن، سواء الزيادة في المهوله في اعداد المصابين نتيجه لتاخر الاجراءات الاحترازيه في الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي زياده معدلات الوفيات، وزي ما احنا بنشوف كمان هذا الوضع المتعلق بالاقتصاد وما الى ذلك، بغض النظر عن ان الناس مسكت في موضوع انخفاض سعر برميل النفط الامريكي، لكن عندنا عدد من الاسر يعني في على فكره بعض التعليقات صعبه جدا انه يعني مجاعه، الناس مش هتلاقي تاكل. طيب من الولايات المتحده الامريكيه الى بريطانيا، واللي سجلت بالامس 429 حاله وفاه جديده بفيروس كورونا، عشان يرتفع عدد الضحايا لاكثر من 16,000 حالة وفاة، وكده تكون بريطانيا في المركز السادس من حيث عدد الإصابات اللي زادت عن 120,000 حالة. لتفاصيل أكثر عما يحدث في بريطانيا ينضم إلينا من لندن الأستاذ كايد عمر المحلل السياسي. صباح الخير على حضرتك. صباح النور.
اهلا بحضرتك يا فندم. ويعني عايزين تحليل حضرتك او تعليقك على الوضع اللي يعني مؤخرا في بريطانيا مع زياده معدلات الوفيات، يعني او تسجيل بريطانيا المركز السادس على مستوى العالم من حيث عدد الاصابات. يعني اولا تصحيح لما قلت، بريطانيا الان هي في المركز الخامس. الخامس مش السادس. على مستوى العالم، وطبعا هي هناك توقعات بأن بريطانيا ستكون الأسوأ من بين الدول الأوروبية. كما تعلمون هناك أربع دول أوروبية والولايات المتحدة التي تصدر العالم في عدد الإصابات بالفيروس، وهذا شيء يعني يدل على أن مهما كانت الدول متطورة ومهما كانت لديها قدرات خارقة وعندها نظام صحي عالمي ومميز، إلا أن الفيروس استطاع أن ينتشر واستطاع أن يصيب الآلاف من المواطنين، وطبعا هناك خسائر في الأرواح وخسائر كثيرة. وطبعا تحدثت عن أكثر من 16500 وفيات في بريطانيا، مما يدعو إلى الأمل بأن الوفيات يوم أمس كانت 450 تقريبا، وذلك يعني نصف مما كان عليه الأيام السابقة. والآن ترى المؤشرات في نزول، فيما يبدو بأن الفيروس الآن الانتشار يعني مرحليا وببطء يتوقف عن الانتشار السريع جدا. ولكن ايضا عندما ترى الاحصاءات في بريطانيا، الوفيات ممن هم دون 60 عام كانت اقل من 2000 من الوفيات، والوفيات ممن فوق 60 الى 80 كانت تقريبا يعني 7000، والوفيات فوق 80 وهي كانت الأكثر عددا في بريطانيا وهي تقريبا 9000. بعض التقارير أستاذ كايد كانت بتشير أنه يعني من ضمن الأسباب الرئيسية لانتشار العدوى هو كان الأندية الصحية أو استمرار يعني التعامل مع يعني صلاة الجيم والرياضة والتريض في بريطانيا حتى مع بداية تفشي هذا الوباء، إلا كانت الأندية مفتوحة بشكل كبير جدا، الأنشطة الرياضية لم تعلق، وبالتالي أن هم وجدوا عدد كبير جدا من الإصابات حتى لأشخاص هم طبيعتهم الجسمانية قوية وأشخاص رياضيين. يعني هل هذا صحيح؟ الصحيح هو أن بشكل عام كان هناك تأثير في إغلاق والمؤسسات وفي إجراءات الحجر الصحي الشبه كامل في بريطانيا، ولكن النوادي الرياضية تم إغلاقها عندما أغلقوا المدارس وأغلقوا كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية. ما نتحدث عنه هو تمارين يومية رياضية في المنتزهات وفي الشوارع، وذلك بموجب أن يكون الشخص لوحده أو مع أفراد عائلته. الشرطة الآن تحرر مخالفات لمن تجده مع أصدقائه أو تجده في مكان ليس ضروريا أن يكون فيه. طبعا هناك تحسن في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية في هذا الاتجاه، ولكن هناك نظرة صحية أخرى بأن إذا منعوا التمارين الرياضية الصباحية أو المسائية للأشخاص والأفراد، يعني هناك مشكلة زيادة الوزن ومشكلة يعني الاكتئاب ممكن أنها تزيد عند المواطنين، وطبعا من أجل صحتهم ومما يفيد في محاربة الفيروس هو أن يكون الإنسان بصحة جيدة وأن تكون مناعته عالية. ولذلك التمارين الرياضية الشخصية الفردية لم يتم منعها لغاية الآن. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ كايد عمر المحلل السياسي اللي كان بينضم إلينا من لندن. يعني إذا يعني استمرنا في متابعة ما يحدث في العالم، الحمد لله رب العالمين، يعني على ما نحن فيه إن شاء الله بإذن الله ربنا
يعني يعفو عنا جميعا وعن العالم أجمع ويرحم جميع ضحايا هذا الوباء القاتل. هستأذن حضراتكم، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هينضم إلينا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ثروت عبد الباقي مدير عام الإدارة العامة للتطبيقات والجودة مصلحة الضرائب. هنتكلم عن تنفيذ وزارة المالية لتوجيهات الرئيس بخصوص التسهيلات الضريبية للشركات اللي بتشتغل في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا. فقرة مهمة جدا لأصحاب الشركات أو القطاعات أو الناس اللي بتعمل أو لديها مؤسسات تضررت من جراء هذا الوباء المستجد المنتشر في العالم. تابعونا فاصل قصير وراجعين. تابعنا مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت هذا الدعم الكبير اللي بتوجهه الدولة المصرية لكل القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة من القرارات الهامة جدا واللي بتتعلق بتقديم نوع من أنواع الدعم لكل الشركات والكيانات الاقتصادية اللي كان من بينها تأجيل الضرائب المستحقة على هذه الشركات. بالفعل بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تنفيذ قرارات الرئيس وتوجيهاته واللي هنتكلم عنها النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ ثروت عبد الباقي مدير عام الإدارة العامة للتطبيقات والجودة في مصلحة الضرائب. وهنتكلم معاه كمان عن كل ما يتعلق بتحصيل الضرائب، تقديم الإقرارات وما إلى ذلك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك ومنورنا. أهلا بحضرتك يا فندم، وبشكرك طبعا على وجودك معانا. وخليني في البداية أبدأ مع حضرتك بهذه القرارات الهامة أو توجيهات رئيس الجمهورية في تقديم تيسيرات ودعم للقطاعات المختلفة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد. طيب الحقيقة طبعا بشكركم أولا، وبشكر أسرة البرنامج والقناة. شكرك فعلا. الحقيقة القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بموضوع دعم الاقتصاد المصري، وأيضا في ضوء الأجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، فإحنا بين شقي رحى، إلا أن تعليمات القيادة السياسية كانت موجهة إلى دعم الاقتصاد والجهات المتضررة، ومنها قطاع السياحة، قطاع الإعلام وغيره من القطاعات التي تضررت. فكانت التوجيهات بعمل حزمة لمساعدة هذه القطاعات في تجاوز محنة فيروس كورونا. طيب ايه الاجراءات يا فندم اللي اتعملت بالنسبه لبعض المولين او هذه القطاعات، او ايه الاجراءات اللي انتم اتخذتوها فيما يتعلق مثلا بتقسيط الضرائب، تاجيل بعض الضرائب المستحقه؟ واكيد كل ده بيساعد الممول بشكل كبير جدا على تخطي هذه المرحله. اتكلم عن جزئيتين. الجزئيه الاولى حضرتك، انا كممول محتاج دعم من الدوله، وانا كممول وبشكر طبعا فرصه دلوقتي ان انا اشكر الممولين على تعاونهم وتجاوبهم في دعم الاقتصاد. فعلا اول مره اشوف وعي ممولين بهذا الشكل، كله تقدم تقديم الاقرار وكان متعاون جدا. الدوله قامت بالتالي، او مصلحه الضرائب كممثله في الدوله قامت بالتالي. اول حاجه كان اقرار الشخص الطبيعي تم مده الى 16/4، المفترض 16/3، يعني المفترض كان الممول ينتهي تقديم اقراره 31/3 مارس، مد 16 يوم الى 16/4 حتى يتمكن الشخص الطبيعي من تقديم الاقرار. وهناك دراسه قدمت على الاشخاص الاعتباريه، بتكلم على الطبيعي، وانتهت دلوقتي الاشخاص الاعتباريه على وشك انتهاء مده تقديم الاقرار وهي في 30/4، بيبقى ايام. وهناك دراسه قدمت من السيد الوزير الى قيادات السياسيه لعمل قانون لجزئيتين، مد الإقرار والجزء الآخر خاص بتقسيط والسداد الخاص بهذه الشركات المتعثرة نتيجة هذه الأحداث. هذه أول جزئية. ثاني جزئية، كان الشخص الطبيعي لما يقدم إقراره مفترض هو اختياري يقدمه إلكتروني أو ورقي. الحقيقة قامت المصلحة بسرعة إنهاء إجراءات حتى يتمكن الممول الطبيعي بتقديم إقراره إلكترونياً، وقد سهلت له الإجراءات، حيث أن هناك
في رسوم تقدم عشان أقدم إقراري على الإنترنت محتاج يكون في رسوم. هذه أعفية منها الشخص الطبيعي حتى نسهل له تقديم بدل انتقال. يعني الشخص الطبيعي بيقدم معاه يعني حتى كان التاريخ النهائي 16/4 مدة المد. كان التاريخ كان 30/31/3 واتمدت لحد 16. قدم بدون رسوم. ايوه على الموقع حتى على الموقع. لا يتم الانتقال الى المأمورية والتكدس وما يحدث من زحام. يعني تم اعفائه من الرسوم. من الرسوم. تمام. اكمل بس جزئين. اتفضل. موضوع السداد. كان السداد طبعا نتيجة ان البنك قلص وقت عمله، أصبح في زحام في البنك شديد جدا، فقامت المصلحة بعمل سداد للضريبة عن طريق المنظومة بدل من الانتقال إلى البنك. بمعنى إن أنا داخل المنظومة أقدر أسدد الضريبة من غير ما أنتقل، أقدم إقراري دون الانتقال، أسدد ضريبتي دون الانتقال. يعني ما بحتاجش أروح بنك ولا بنك ولا أي مكان. أضيفت خدمة أيضا أو تسهيل للممول كالتالي، إن الممول يستطيع سداد الضريبة بشيك، وده كان ما كانش موجود، يعني يقدر يروح المأمورية يسدد نقدي أو شيك، كان بيدفع مصاريف إدارية 5%، أعفية من ذلك حتى لا يتم الانتقال للبنك وعمل زحام بالبنك نتيجة تقليص عدد ساعات. رقم 5% ده رقم كبير على العمل. هي دي يعني لما يجي نحسبها ما نبصلهاش اللي هي 5%، 5% ده قانون اتعمل عشان التحصيل الإلكتروني، ده رقم بيعفى من رقم كبير كده. طبعا. فأيضا في خدمة أضيفت، في حاجة اسمها ضريبة المرتبات. دي خدمة استحدثت على المنظومة حتى لا ينتقل الممول أيضا للمأمورية وزحام وكلام زي كده. فالحقيقة الخدمة دي اللي هي ضريبة الدخل، لا ضريبة كسب العمل على المرتبات. كسب العمل الشركات. تمام. التي تقوم باستقطاع ضريبة كسب عمل من العاملين إليها اللي هي مرتبات وتوريدها إلى المأمورية كل 3 أشهر مش هينتقل. مفترض أول 3 شهور الشهر ده يبدأ يقدم هذه الضريبة في الوقت ده. حتى نتجنب ذلك أسرعنا في إصدار هذه الخدمة، وصدرت يوم 18 هذا الشهر حتى يتمكن، حتى لا ينتقل الممول إلى المأموريات ونبعد عن موضوع الزحام. كويس جدا. نرجع لجزئية تانية من الممولين وهم اللي عندهم منازعات أو لديهم منازعات، وإحنا عارفين أنه العمل في لجنة فضل المنازعات هو عمل لا يتوقف طول الوقت، لأنه من الوارد أنه حتى بدون كورونا أي ممول بيتعثر أو بيحصل عليه نوع من أنواع الحجوزات. تمام. فيما يتعلق بالأشخاص اللي محجوز عليهم. تمام. الحقيقة بس عشان أقدر أفرد هذه النقطة هكلم بس إجراء اللي بيحصل، إجراء الضريبية، الإجراءات. أنا ببلغ الممول بنموذج 19 إن عليه ضريبة كذا. كويس. تمام. القانون أعطى له 30 يوم الطعن على هذا النموذج. فإذا طعن تحال إلى لجنة أعلى اللي هي اللجنة الداخلية. كويس. تمام. إذا تم الاتفاق يربط. ولا يربط يتم الحجز. لا مفيش حجز. يتم ربط. أنا بتكلم على الإجراءات الأولا قبل الحجز. بعد ذلك في لجنة الطعن. إذا لم يتم الاتفاق يطعن أو المصلحة تطعن وينتقل. بعد كده في محكمة، في لجنة فض منازعات. إذا في إجراءات تتبع. عند الضريبة نوعين، إما تربط أو لسه محل نزاع. تمام؟ طب إذا بلغت الممول خلال 30 يوم لم يقوم ب الإجراءات اللي حضرتك قلت عليها. طبيعي المأمورية بتعمل له باللوحة وتبدأ تاخد إجراءها وتربط المبلغ وتبلغه أنت عليك كذا. كويس. هيدفعوا، مجبر يدفعوا. الا ان صدرت تعليمات في هذه الحاله ان يقوم الممول بدفع 10%، يقدم طلب ويدفع 1% من قيمه الضريبه المستحقه. ويتم فتح باب الطعن ليه. لا عفوا يا فندم، عشان ده كده ده جديد ده يا فندم، صح ولا انا غلطانه؟ ارجو يعني انا طبعا يعني ده تسهيل نتكلم. يعني احنا ما شفناش القرارات دي قبل كده. لا ما دي حضرتك حاجه من التسهيلات اللي بتقوم بها القياده السياسيه. يعني اذا تم الشخص وراح تقدم بطلب، تمام، يدفع قيمه ما 1%، بس في شرط انه ما يكونش وصل له نموذج او استلم نموذج الطعن.
تمام. يعني ما فاتوا يطعن. ما هو الاول كان بعد ما بيعدي الشهر بتاع الطعن بيدخل في اجراءات اخرى يدفع الضريبه خلاص ويدفع الضريبه ويتم تصعيد المساله. تمام. دلوقتي هو لو لم يتم استلام اشعار الطعن تمام وتخطى ال 30 يوم من حقه ويرجع تاني يعود للمصلحه يقدم طلب مصحوبا بسداد 1% من قيمه الضريبه. شوف 1% مبلغ ضئيل جدا طبعا من قيمه الضريبه المستحقه او المتنازع عليها عشان بتكلم صحيح يعني. هذه الضريبه يتم فتح باب الطعن لي ويتم رفع الحجز عنه. بمنتهى البساطه كده. بمنتهى البساطه كده قدم طلب وخلاص. قدم طلب يدفع 1% تمام. حاله ثانيه بقى يتم بقى يدخل ثاني كانه مقدم طعن من اول وجديد. يبدا يتناقش كويس يفتح له باب الطعن كويس. الحاله الثانيه ان يكون تم الربط عليه. يعني تم الربط يعني طعن وتداول بقى لجنه داخليه سواء اتربط له في لجنه داخليه فأصبحت او لجنه الضريبه الطعن المتنازع عليها أو اي درجه من هذه الدرجات اي تم الربط عليه ولازم يدفع لازم هنا انه الضريبه بقت مستحقه يعني لهذا المبلغ تمام. خلاص ممول عارف وطعن وخد وده في الكلام ولا كده كتير كده قليل وصرنا في لجنه ان الموضوع كده تمام كويس. هيدفع كام بقى؟ 5% من قيمة الضريبة وترفع الحجز؟ ارفع الحجز ايوه. ويتم تقسيط المبلغ اللي عليه كامل 95% يقسط لي على الفترة اللي بعديها. ادي ميزة تانية. ده اجراءات غير مسبوقة في الضرايب. حاجة كمان بقى كمان لسه في تاني؟ في تاني يا فندم تمام. بخصوص قانون 16 لسنة 2020 ده جدد العمل بالقانون 79 لسنة 2016 المعدل بالقانون 14 والقانون 174 سنة 2018. القانون ده جدد عمل بإيه؟ إيه الميزة اللي ياخدها المول؟ في شرط الأول بس بخصوص الموضوع ده، لازم يكون ما يكونش تم الربط عليه في لجنة الطعن، يكون قبل لجنة الطعن. تمام. إيه الميزة؟ إن المول لو عنده ضريبة مستحقة وتم حساب فوائد على هذه الضريبه نديله ميزه انه يقدم طلب ويتم استقطاع 30% من الغرامه، غرامه التاخير. في غرامه تاخير يعني تشيله ثلث الغرامه تقريبا تمام ويقسط الباقي. طب يعني احنا هنا بنتكلم على يعني بجد يعني عدد من التسهيلات فيما يتعلق ب الضرايب بشكل عام. أيوة ما حصلتش قبل كده. ده حقيقي. ده حقيقي في تاريخ مصلحة الضرايب كله. ده حقيقي يعني ما كنتش مخطئة يعني. لا ده حقيقي. فإنه كمان يعني أنت بتدي فرصة لعودة يعني إن الناس ترجع تشتغل تاني اللي كان متوقف بسبب حجز الضرايب يرجع يشتغل تاني وبتقول له أنا هساعدك. تمام أيوه ده صحيح. وفي دراسة حضرتك دلوقتي يعني زي ما قلت لحضرتك يعني القيادة السياسية بتدرس هذا الموضوع إن أنا أخف عن كاهل الممولين خاصة قطاعات الأونة السياحة إعلام وغيرها مطاعم كل من تضرر من فيروس كورونا ده إن شاء الله بإذن الله يعني يؤخذ قرار قريبا إن شاء الله بتأجيل الإقراض بتقسيط أو التأخر في تسديد المبالغ المستحقة عليهم. طب سؤالي لحضرتك هنا، هل نوع الحجز أو نوع الضريبة سواء مثلا إذا كانت محجوز عليه نتيجة مثلا إنه ما سددش ضريبة الدخل أو محجوز عليه عشان ما سددش ضريبة القيمة المضافة مثلا، هل نوع الضريبة يفرق في إنه يحصل على هذه التسهيلات؟ لا. هذه التسهيلات مقدمة لضريبة اللي هي 1% وال 5% مقدمة لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. يعني الاثنين بيسر عليهم نفس الإجراءات. تسر عليهم نفس الإجراءات. ما فيش فرق. طيب الأشخاص الشروط اللي حضرتك ذكرتها، الأشخاص اللي عايزين يتمتعوا بمميزات أكتر حتى إذا كان نوع أو أنواع أخرى من الضرائب المستحقة، إيه الشروط اللي المفروض تنطبق عليهم؟ ما حضرتك أنا قلت لحضرتك بخصوص 1% حضرتك قلت لي ده قبل الطعن. ده يكون مش قبل الطعن، ما يكونش استلم نموذج. ما يكونش استلم نموذج يعني ما يكونش على علم. أنا أقصد هل هذه الإجراءات أو الشروط واحدة مهما اختلف نوع الضريبة؟ أيوة واحدة كلها. واحدة. طب يقدم طلب للجهة مفتوح المروح المأمورية أو
يقدم الطلب فيها ويدفع 1% او يدفع 5% ويبدا ياخذ اجراءاته المستحقه. طيب كل هذه التسهيلات او التوجيهات والقرارات المهمه جدا الغير مسبوقه، وانا حريصه ان انا استخدم هذا المصطلح لانها غير مسبوقه حقيقه، امتى انا كمصلحه ضرائب هقول للناس اعمل حسابك ان ده اخر ميعاد انا هستقبل فيه او هحاول ان انا متعك بهذه التسهيلات او الشروط او الاجراءات، سواء اذا كنت ما استلمتش نموذج الطعن وهدفع 1%، استلمته فهدفع 5%، كان عليا فايده فهعفى من تلت الفايده وهقسط الباقي، امتى هقول له اخر ميعاد؟ تمام، قلنا في جزئيتين، الجزء الاولانيه الخاصه ب 1% و 5% دي غير محدد ميعاد ليها انتهاء يقدم في اي وقت. اما بخصوص جزئيه 30% من غرامة التأخير دي لحد 30/6 يقدم الطلب حتى 30/6 هذا العام. يعني ده آخر ميعاد لتقديم طلبات فض المنازعات. يعني دول الـ 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 الأشخاص اللي هم هيبقوا خلاص معاهم لحد 30/6. أيوة. اللي هو كان محتسب عليه فايدة. أيوة يا فندم. خلص كل شيء وعليه فايدة. أيوة فندم. طيب الفئات بقى يا فندم اللي هي بشكل عام هيتم مد مهله تقديم الاقرارات ليهم، انا مش بتكلم على اشخاص طبيعيين اللي خلصوا خلاص دول خلاص انتهت 16/4، لكن هناك بعض الاشخاص اللي هيتم مد هذه المهله ليهم، مين هم هذه الفئات اللي هتتمتع بهذه القرارات؟ هو حضرتك الى الان المتبقي او من يقدم الاقرار الى الان وحتى نهايه 30 ابريل شركات الاعتباريه، سواء كانت شركات اشخاص أو شركات أموال. شركات الأشخاص هي التضامن توصية بسيطة أو شركة واقع، أما شركات الأموال هي المساهمة وتوصية بالأسهم وذات مسؤولية محدودة وهكذا، دول لسه بيقدموا قرارات، هم على أمل أن يتم تأجيل الإقرارات أسوة بالطبيعي، ودي الدراسة اللي قلت حضرتك عليها إن شاء الله تتعلق بالأشخاص الاعتبارية بإذن الله. طب لو طلبت من حضرتك في نص دقيقة رسالة للمولين فيما يتعلق بهذه يعني او فيما يتعلق بمنظومه الضرائب بشكل عام. الحقيقه انا بشكرهم جدا، بشكر المولين فعلا، لاول مره في حياتي اجد هذا الوعي من الشعب المصري والمولين بالذات في التعامل مع المنظومه الالكترونيه. اهتمامهم وقبولهم على تقديم الاقرار الالكتروني وتفهم الحاله الاقتصاديه والحاله الصحيه في مصر فعلا كانوا على مستوى المسؤوليه، وبشكركم وبشكر كل البرنامج. انا بشكرك جدا يا فندم على وجود حضرتك، كل الشكر للاستاذ ثروت عبد الباقي مدير عام الاداره العامه للتطبيقات والجوده في مصلحه الضرائب، كل الشكر لحضرتك. شكرا يا فندم. وكل التوفيق، والحقيقه زي ما بقول لكم انه يعني احنا كنا حريصين نقول لكم بشكل بسيط وسريع موضوع الضرائب، لانه حقيقي ما يحدث من الدوله المصريه فيما يتعلق بمنظومه الضرائب وحمايه الممول، وانه يرجع ويشتغل مره اخرى، وانه ما يبقاش في تعثرات ولا منادعات ولا كل ده، ما اتخدتش في تاريخ مصلحة الضرائب في جمهورية مصر العربية خالص. يعني أشوف حضراتكم على خير يا رب بإذن الله، وعلى غدا أفضل. هتوحشوني جدا لحد ما أرجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد، لكن التغطية معنا مستمرة، وتابعونا على مدار اللحظة على إكسترا نيوز. تحياتي لحضراتكم، أسماء مصطفى، أشوفكم على خير.